العربية. طب انزل لي. يلا أمورة، يلا يا ابني انت هو. الفرق خالص يلا. يلا انزلوا. خير يا باشا بس. هتركب البوكس ولا خليهم يحطوا فوق جواه؟ آه يا باشا بس افهم في ايه؟ العربية مسروقة يرحمك، مبلغين عنها. او كان سن يا بنت. معلش كده هيثم اجرب بس. معلش انت حبيبي يا هيثم بس انت قصير فالشبكه بتقطع عندك. الهاتف الذي طلبته غير متاح. خرب بيت امك يا عماد، هو ده وقته؟ طب بص هو في رقم تاني وبرد عليه. خبر ايه يا هيثم؟ عايزين نتكلم بقى احنا كمان بقى. بقول لك ايه، محدش هيتكلم غيري واللي هيتبات بتاخده نص ايه. خلاص يا برنس، حد قال لك حاجه؟ اتكلم براحتك. بص فكك منه عبال ما يخلص. فكه مني يا بخطيره، مفيش حد غير اللي هيتكلم. ما خلاص بقى يا برنس، ما تسيبه يتكلم. ما انا معاك من بدري ومحدش راضي يرد. وبعدين بقى دي ما زقت واكل عيش، حل عنا بقى. خلاص يا عم سويرس لخص. بقول لك ايه، اديها ب5 جنيه غير ضريبه المبيعات. في عقد دقيقتين وعليهم دقيقه هديه ب10 جنيه. ماشي يا بخطيرة؟ بخطيرة؟ كده كويس يا برنس، وكل البشر المعفن اللي في الحجز يا نديني باسم امي. الو مين؟ اهلا يا برنس، صدقني كنت بحلم بيك، لقيتك بتتصل، شفت الصدف؟ شوف انا في ايه وانت في ايه؟ يا بنت اسمعي، بكرة الصبح وانت رايح الشغل تعدى علينا وتقولي لاسماعيل. اسماعيل تقولوا له ان العربيه طلعت مسروقه. طلعت مسروقه. انت كل كلمه هتعيدها ورايا اديها ب5 جنيه. خليه يعدي على عماد انتخه. ايوه يا ست عماد زفت انتخه. ويقول له ان بكره الصبح هتعرض على النيابه. بكلمك من الحجز اديها ب5 جنيه. خليه يجيب محامي. والكلام ده تقوليه لاسماعيل، اوعي تجيبي سيره العواطف، انت فاهمه؟ ولا هتحول لك رصيد ب 10 جنيه يا بنس؟ بقول لك ابقى حوالي رصيد ب 10 جنيه. ما انا هديهم لك لما اخرج. طيب سلام. انا عزه يا ام عبد الله. عزه يا بنتي عزه، ده بتاع البليله لسه ما ندهش. عايزه الاستاذ اسماعيل. عايزه الاستاذ اسماعيل فيها روح امك. دي سلام من البرنس. الاستاذ اسماعيل رجع من السلمه وش الصبح ما اقدرش اصحيه. انفضي اللي في قلوعك اتفضلي. لا البرنس موصيني اقول له هو. جري يا بنت، انت جايه تمسع الصبح؟ طب اقسم بالله لو ما قلت اللي عندك ومشيتي اكون ضرباكي. برنس في الحجز والعربيه طلعت مسروقه. يا بنت تمشي يا بنت، بدل ما اطلعت لك بسناني يا بنت. بقولك برنس في الحجز. يا بنت تمشي بدل ما الناس اللي يشمشم على قفاكي يا بنت. لا يتحبس، هو نعمل له ايه؟ انا اسفه اني صحيتك من النوم. لا ابدا مفيش حاجه. سعيد البرنس اتصل بيا وبيقولك ان العربيه طلعت مسروقه وهو دلوقتي في الحجز وهيتعرض على النيابه الصبح، فهات له محامي. الله يخرب بيتك يا رامي، وديت الوقت في داهيه. طب السلام عليكم بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. ازيك يا عنايات؟ نهارنا ازرق ان شاء الله. 2000 جنيه كفاله يا سعيد. طب هتجيبهم منين؟ صدق ان انت راجل ما بتفهمش. ليه كده يا عاطف؟ ما انت لو بتفهم ما كنتش رحت من اساس.
اديك ما نمتش وهتروح شغلك وانت مطبق، ويا ريت حتى مروحك جايبه فايده، وكمان شكلي وشكلك هيبقى قرف عشان سعيد محبوس وما احناش قادرين ندفع له الكفاله. اهو كان لازم اقف معاه عشان يحس ان اهله وراه مش سايبينه. يا فرحتي ان اهله وراه. يا اسماعيل افهمني، هو انت فاهم ان انا ما بحبش البرنس زيك واكتر منك كمان، بس مروحك لو هيعشمه زي الغريق اللي متعلق في قشايه، لا هي هتطلعه ولا هو حاسبها تمشي في سكتها. عماد هيتصرف. حتى لو ما كنتش رحت برضو كان هيتصرف. سعيد بس هو اللي هيشيل في نفسه، يقول اختي عرفت ان انا في ورطه وما سالتش فيا، ربنا العالم، والله قلبي بيتقطع عشانه. يا سلام، بطلوا ده واسمعوا ده، انت قلبك بيتقطع عشان حد؟ اه بيتقطع، بس كمان عارفه ان الحنيه اللي تقدم ولا تاخر ملهاش لزوم. احنا عايشين في الطوفان يا اسماعيل، وان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك، مش غباوه قلب لا، بس لو جيت تطلعه هتغرق انت وهو، ويا روح ما بعدك روح. فهمتني يا حبيبي؟ فهمتني؟ فهمتك. انا هخطف لي ساعه قبل ما اروح الشغل. وماله، نام، ممكن ربنا يعدلها وانت نايم. ده برزالة برنس. مين؟ ده برزالة جدع. لا يا عم متشكرين، ماليش نفس. رمضان لسه فاضل عليه كتير، وما حبكش يعني تصوم اثنين وخميس النهارده؟ احنا ولاد حته واحده ما تتكسرش. طالمت ليه يا عم انت؟ بقول لك مش عايز اكل. طب ما تاكلش، ولع ولع سجاره. ما بدخنش. اللي انت عامله في نفسك ده يطول يومينك هنا مش هيأثرهم. وبعدين يا عم انت شيلتك خفيفه، كلها يوم ولا اثنين اهلك يدبروا الفلوس وتطلع بكفاله. منين بس يا عم انت؟ اسماعيل مش قد 2000 جنيه، واختي لو لقيتني جنيه هتاخدني. انا عايش في الدنيا دي بخاطرها لوحدي بدراعي. ايه عشان في وجه كريم؟ ازاي بس؟ ما ديك شايف عشتي كلها شمال في شمال. شفت يا برنس، اهو انت كده حاسبها غلط. انت فاكر ربك بيلطف بينا عشان حاجه احنا عملناها؟ لا، ربك رحمته واسعه. عندك انا مثلا. انت هتحكي معايا يا عم ولا ايه؟ يا عم بتسير معايا. لا ما تتسيرش، خد اكلك وروح بعيد عني بدل ما ازعلك. حر يا عم، براحتك. الله براحتك، بلاش كده، انت رخم قوي يا جدع. خد يا محمد تعال. ايه؟ انت بتقول ايه يا برنس؟ بقول لك تعال يا محمد. لا لا، قول تاني كده وعلي صوتك. بص انا هعمل نفسي مش واخد بالي، قول تاني كده يا محمد. قول كده. بص انا مش واخد بالي منك ولا ايه؟ تعال يا محمد يا دكر. ايوه كده، سمع سمع الناس دي كلها يا محمد يا دكر. ايوه جاي يا معلم برنس. امور اوعى تقطع، اوعى تقطع. امور يا معلم خير. بقول لك ايه؟ انت ما زهقتش مني؟ لا طبعا، مش انت صعبان عليا. حاسس ان ما كترش من كتر التفكير يا جدع. عندك حق، انا حاسس ان دماغي بتغلي من جوه. على ايه يا عم؟ بره زي جوه، وكلهم يومين مقضينهم بالطول ولا بالعرض. كنت عشمان في الدنيا عشم كبير قوي، بس ادينا اهو بطلع من نقره اخش في ضحضره. الدنيا بتديش محتاجه برنس. طب وبعدين؟ هفضل انا محبوس 5 سنين وبعدين اخرج يلا من الاول تاني؟ عندك سكه تانيه؟ لا خلاص، يبقى اديها بالجزمه وخراب يا دنيا، عمار يا دماغي وسلامتك يا دماغي. اه سلامتك يا دماغي. بص يا ريس، كل انت وانا اغني لك. سلامتك يا دماغي. اه سلامتك. تعالى يا سعيد. غير يا حصول، شو قلت لك هتفرج يا عم؟ تفرج ايه ده؟ تلاقي ظابط المباحث عايز السله.